وتعلمه وتمتع يا حبايب يلا اتجمع ونشوف حواديت اجمل حواديت يا كبار يا صغار يلا يا جدع جد 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 هتشوف افلام افلام كرتون ونشوف حاجات في التلفزيون سينما الاطفال سينما سينما الاطفال سينما سينما الاطفال سينما سينما الاطفال سينما فيها الحقيقه وفيها الخيال سينما بسم الله الرحمن الرحيم. صديقاتي أصدقائي صباح الخير. في الوقت ده من كل سنة يمكن كلنا بنحس بأنها تختلف أو بأنه بيختلف عن بقية السنة. بإيه؟ بأننا كلنا بنستعد لامتحانات آخر العام الدراسي، وفي الوقت ده من كل سنة دايما بتحصل بعض المناقشات وبعض الخلافات في وجهات النظر، فإن إحنا مثلا المفروض نذاكر وقت معين، مفروض ما نتفرجش على التلفزيون، مفروض إن إحنا يعني نقلل من اللعب، مفروض ومفروض مفروض حاجات كتيرة أكيد أنتم يعني ما بتقدروش تسمعوها كلها أو بتزهقوا إن الكبار يكرروا عليكم دايما أهمية المذاكرة والواجبات ولازم ننجح بتفوق والكلام ده كله. في الحقيقة يمكن لما بقابل حد يقولوا لي وحياتك وصي في البرنامج ان الاولاد ما يقعدوش كتير قدام التلفزيون، قابل الصغيرين، الكبار ما بيخلوناش نتفرج على برنامج سينما الاطفال يوم الجمعه، كلام كتير بيتقال سواء في المقابلات الشخصيه او من خلال الجوابات. في الحقيقه يمكن هم لما بيقصدوني الكبار عشان اوصيكم عارفين ان في صداقه كبيره بتربطنا ببعض، واني دايما من واجب الصديق على صديقه ان هو يلفت نظره الحاجات، واني اصدقائنا يجب ان هم يعرفوا ان احنا بنقول الحاجات دي لمصلحتهم وبالتالي يسمعوها ويتقبلوها مننا. طبعا انتم مش محتاجين ان انا اقول لكم اهميه التركيز في المذاكره الوقت ده بالذات من كل سنه، انكم قطعا عارفين. لكن اللي انا اقدر اقوله ان احنا نخصص وقت للمذاكرة ووقت تاني للترفيه عن نفسنا، سواء بمشاهدة التلفزيون أو بممارسة بعض الألعاب اللي بنحبها. أنا بالنيابة عنكم هتعهد للكبار وأقول معلش ادوهم الفرصة إنهم فعلا ينظموا وقتهم، وادوهم الفرصة إنهم يتفرجوا على بعض البرامج الخاصة بيهم، وأنا أوعد بالنيابة عنهم إن هم بيعوضوا الوقت ده بالمذاكرة وإنهم فعلا حيركزوا التركيز المناسب، وإن شاء الله كلهم حيحاولوا إنهم ينجحوا بتفوق، مش مجرد نجاح عادي أبدا، لأن تفوقنا ونجاحنا ده الهدية اللي بنقدمها لماما وبابا والكبار، واللي بنقدمها لوطننا بعد كده لما بنكون يعني ناجحين في حياتنا. بالمناسبة دي الأسبوع الجاي هنحتفل معاكم بعيد الأم، وبرضو بقول لكل أم كل سنة وهي طيبة. دايما كما تعودنا بنبتدي البرنامج بمسابقة البرنامج اللي بيقدم جوائزها البنك الأهلي المصري، وهي مسابقة زي ما احنا عارفين عبارة عن فيلم على بعض المعلومات، والسؤال بيكون إجابته من ضمن المعلومات اللي بنقولها. النهاردة بنلتقي مع السؤال التاني، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنلتقي مع نتيجة مسابقة الشهر اللي فات مع السؤال الثالث، وبعد كده في سؤال رابع. لما بنجاوب على الأربع أسئلة بنبعتها مرة واحدة على العنوان اللي هنذكره في نهاية الشهر إن شاء الله. الجائزة أو الجوائز اللي بيقدمها البنك الأهلي المصري بيقدم مجموعة من شهادات استثمار المجموعة جيم، تشجيعا ليكم أولا على الادخار وكمان على متابعة المعلومات واستيعابها، وده طبعا بيفيدكم لأن الحياة مش مذاكرة بس، يجب ان احنا نتسلح بكم كبير من المعلومات العامة. النهاردة هنقدم لكم فيلم عن الحيتان، وهو الفيلم مدته 20 دقيقة، هنقدم 10 دقايق النهاردة وبعد كده سؤال، و10 دقايق الأسبوع الجاي ويكون في سؤال أيضا. هناخد بالنا وياريت معانا ورقة وقلم عشان نسجل بعض المعلومات اللي أنا هقولها، وبالتالي تدينا الفرصة ان احنا نجاوب بسهولة. أتمنى لكم كل توفيق. The gray whales are not the largest of the species, only about the size of a greyhound bus, and almost as well traveled. During their migration, they log 10 to 12,000 miles. They cover 135 miles a day,
cruising continuously day and night at speeds of approximately 5 knots. One of the Gray's main routes of travel is from its summer home in the plankton-filled waters of the Arctic Ocean and the Bering Sea, down along the west coast of the United States to the warm, protected lagoons of Mexico. النهاردة هنكلم عن بعض أنواع أو نوع من أنواع الحيتان، لأن الحيتان فيها أنواع كتيرة، منها الحوت الأحدب والحوت المنان والحوت الزعنفي والحوت الأزرق والحوت القاتل. النهاردة هنركز كلامنا على الحوت الرمادي، وده ما يدرش، ممكن نقول عليه الحوت البريء، ولونه زي ما هو اسمه واضح رمادي. المعروف ان تلتين مساحة الارض عبارة عن محيطات، والحوت من اكبر الحيوانات اللي بتعيش في المحيط وكمان قوي. الحوت الرمادي صحيح ضخم، لكن في انواع تانية اضخم منه. بطبيعته بيهاجر من مكان لمكان، وممكن يسبح او يعوم مسافة 10 أو 12 ألف ميل. يسبح حوالي 135 ميل كل يوم متواصل، ليل مع نهار، وبسرعة، يعني حوالي 5 ميل في الساعة. لكن ليه بيهاجر من مكان لمكان؟ الحوت الرمادي بيعيش في فصل الصيف في مياه المحيط الشمالي، لأنه بيلاقي فيه طعامه المفضل. لكن لما المحيط ده في الشتاء التلج بيغطيه أو بيغطي سطح مياهه، بيتجمد تقريبا، وبيصعب على الحوت الرمادي انه يلاقي اكله او يتنفس. عشان كده في بداية الشتاء بيهاجر ويسبح على الساحل الغربي للولايات المتحدة الى البحيرات الدافية في المكسيك، ويرجع وطنه مرة تانية قرب الصيف. واثناء الرحلة الحوت الرمادي محتاج يتنفس. احنا عارفين ان الحيوانات اللي بتعيش في المية بتتنفس الاكسجين من المية، ولو خرجت برا المية لفترة بتموت. لكن الحوت مختلف تماما عن الحيوانات دي، لان طريقته في التنفس تختلف عن طريقة الحيوانات المائية الاخرى. اولا هو له رئتين للتنفس زي الانسان تمام، عشان كده لما بيتنفس لازم يطفو او يعوم على سطح المية بانتظام من 3 الى 8 دقائق عشان يتنفس الهواء. وبنلاحظ انه بيتنفس حوالي من 2 إلى 4 مرات في كل مرة بيطفو فيها على سطح المية. وهو بيتنفس بيستنشق الهواء وبعد كده يطرده، بعد طبعا ما يستفيد من اكسجين الهواء زي الانسان تمام، يعني بيعمل عملية شهيق وزفير اللي هي استنشاق وطرد الهواء. الحوت الرمادي وهو بيطرد الهواء يبان كأنه بيطرد المية من فمه، وفي الحقيقة ان عملية التنفس عند الحوت بتساعد الصياد ان يعرف مكانه بسهولة. انتوا هنا بتشوفوا عملية التنفس، انه بيظهر لسطح المية ويخرج راسه بشكل بحيث ان احنا بنشوف بعض المياه بتطلع منه. ده بيحدد او بيساعد الصياد ان يعرف مكانه، لان مكانه بيكون واضح بسبب تنفسه. رحلة هجرة الحوت الرمادي بتعتبر أطول رحلة حيوان سنوية على الأرض، وزي ما قلنا أنه بيهاجر إلى المياه الدافية في المكسيك لأن مياه المحيط الشمالي بتتجمد في الشتاء. والحوت أولا ما يقدرش يلاقي طعامه، ثانيا ما يقدرش يطفو على سطح المية المتجمدة عشان موضوع التنفس. عشان كده مياه بحيرات المكسيك بتكون مأوى له يحميه من البرد. انتوا لاحظتوا ان كان في حوت صغير مع الحوت الرمادي اللي شفناه. انثى الحوت الرمادي بتلد حوت واحد صغير كل 2 سنين، ويصل طوله عند ولادته الى حوالي 13 قدم. والام بتساعد الحوت الصغير انه يطفو على سطح المية اول ما يتولد عشان يتنفس. وفي الايام الاولى بعد ولادته لازم تحمله على ظهرها، وبيكبر بسرعة. الام بترعى الحوت الصغير لمدة 7 شهور،
وبعد حوالي 6 شهور من ولادته حجمه بيتضاعف ويبقى طوله حوالي 25 قدم. احنا بنشوف دلوقتي رحلة صيد بعض الصيادين بيقوموا بالرحلة دي، وصياد الحوت محتاج يكون ماهر وعنده عزيمة وصبر، وكمان ممكن يصطاد حوت كل 12 دقيقة. في طريقتين لصيد الحوت. الطريقة الأولى صياد الحوت بيخرج لصيده مع شبكة ورمح وحربة كبيرة وقنابل يدوية من ثاني أكسيد الكربون وقنابل من المتفجرات، بيخرج للمحيط كأنه في مهمة حربية تمام. أما صياد الطريقة الثانية فالأول بيصوره بفيلم متحرك عن قرب، ودي طبعا محتاجة مهارة عظيمة من الصياد وكمان جرأة عشان يقدر يقرب من الحوت ويصوره قبل ما يصطاده. الحوت الرمادي بيسافر في مجموعات كبيرة، وزي ما قلنا الحوت ده بيختلف عن السمك ولكنه بيشبه الإنسان في أنه بيلد ويطعم صغاره باللبن وبيتنفس بالرئتين، وكمان بيحمي صغاره من الخطر ويرعاهم زي الإنسان. زي ما قلت لكم ده كلام عن نوع من أنواع الحيتان. السؤال بيقول كيف يمكن أن يتنفس الحوت؟ نشوف السؤال، كيف يمكن أن يتنفس الحوت؟ بنجاوب على هذا السؤال وبعدين ننتظر حتى نهاية الشهر ونبعتهم مرة واحدة على عنواننا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتفوزوا بإحدى الجوائز المقدمة من البنك الأهلي المصري، وهي عبارة عن مجموعة شهادات استثمار المجموعة جيم. في الحقيقة بعض الأسئلة جت بمناسبة موضوع شهادات استثمار. حاتم سمير سليمان بيقول هل يمكن شراء شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بالبريد؟ في الحقيقة حاتم أنا كنت أجبت على هذا السؤال قبل كده، لكن ما عنديش مانع أجاوب.